بسم الله الرحمن الرحيم. لما بنيجي نعمل الفيديوهات اللي انتوا شايفينها دي بنحتاج مساعده. مين اللي يقدر يساعدنا في الكلام ده كله وبسرعه؟ الانتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي انتوا شايفينه ده بيقدر يبدا يساعدنا مساعده ممتازه جدا. ازاي يقدر يساعدنا ويا ترى في انواع منه؟ اول حاجه نقدر نتكلم عليها هنا، مثلا عندك اللوج دوت كوم. مثلا اللوج دوت كوم ده اقدر اصمم بيه شعار، اقدر اعمل مثلا براند خاص بيا، اقدر اعمل اي حاجه انا عايزها. يعني هو بيقدر يساعدني؟ يقدر يساعدني. طب هقدر احتاج حاجة تانية؟ طبعا محتاج حاجة تانية. محتاج مثلا اشتغل على الانتليجنس مثلا الذكاء الاصطناعي على موقع تاني زي كوبي دوت مثلا اي اي. طيب ده كوبي دوت اي اي ده بيقدر يديني هنا ايه؟ او بيقدر يعمل علشان ايه؟ بقدر اعمل من عنده مثلا علشان اقدر اكتب اي محتوى، تمام، او اقدر اعمل اعلانات. يعني بيقدر يساعدني في الموضوع ده؟ بيقدر يساعدني في الموضوع ده. طيب اقدر استعين بحاجه تانية؟ طبعا اقدر استعين بحاجه بقى مهمه جدا جدا، بيقدر يساعدني في الشغل بتاعي. ايه هو؟ التوم دوت اي بي بي. تمام، ده بيقدر يعمل لي ايه؟ ده بيقدر يعمل لي حاجه اسمها البرزنتيشن في دقايق. تمام، طب البرزنتيشن ده بستفيد منه؟ طبعا بستفيد منه. يبقى مثلا يبقى انا عندي الحاجات اللي انا اتكلمت عليها دي كلها، بتقدر تعمل لي ايه؟ بتقدر تساعدني في ان انا اقدر اعمل المحتوى بتاعي. طب اقدر اكمل كمان واستفيد؟ اقدر استفيد تاني عن طريق ايه؟ عن طريق رانوي. تمام، ام ال رانوي ام ال بيعمل لك ايه ده؟ رانوي ام ال ده، لا ده بيعمل حاجات كويسه قوي. بقدر اصمم عليه بمجرد الكتابه، يعني اول ما بسجل عنده وابدا اكتب عليه بيبدا يعمل لي عمليه التصميم بتاعي. بيتبقى لي حاجات مشهوره انتوا كلكم عارفينها، ودي بتساعد معانا كويس جدا جدا في تصميم الفيديو، وعلى فكره بيساعدنا في تصميم حاجات تانية كتير، ان هي بتدينا افكار زي مثلا ايه؟ الشات جي بي تي مثلا، وطبعا ده غني عن التعريف وكل عارف وبيعمل كويس قوي. تمام، او جوجل بيرد برضه بيقدر يساعد. مفيش حاجه اسمها مين اقوى من مين او مين يقدر يعمل لي شغل احسن من مين، كل حاجه متخصصه في حاجه. ادينا لما اتكلمنا كلنا مع بعض دلوقتي وشفنا دلوقتي اللوك مثلا دوت كوم بيصمم شعار وبراند، تمام، اتكلمنا كمان على مين؟ اتكلمنا على الشات جي بي تي، واتكلمنا مثلا على جوجل بيرد، واتكلمنا على التوم مثلا بيعمل ايه؟ البرزنتيشن، واتكلمنا على رن واي مثلا ام ال ده اقدر اصمم بيه اي شعار مجرد الكتابه واقدر اعمل بيه شغل كويس جدا. يبقى انا اقدر اعمل اي فيديو هنا واقدر يساعدني كويس جدا الذكاء الاصطناعي، ويقدر يعمل لي شغل كويس قوي قوي، ويقدر يساعدني كمان على فكره في شغل تاني وحاجات تانيه كتير. يا ريت كلنا نبدا نتفرج على الموضوع ده ونبدا نشوف الانتليجنس الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدنا في ايه. خلي بالكم عشان ممكن حاجه بتفيدك في تصميم شعار تقدر تعمل بيها رزق وتفتح بيها باب رزق في حاجه اسمها الفرنس. تمام، وتبقى انت فرنسر مثلا شاطر بعمليه ايه؟ التصميم جنب مثلا برنامج زي كندا او الكلام ده كله. اللي انا بقول لكم ده يا جماعه حاجه مهمه جدا، عشان برضو اي حد بيعوز يعمل تصميم لصفحه، تصميم بس مش لازم حاجات صعبه، ممكن نتكلم في حاجات مبدئيه، بس لو انت مبتدئ هتبدا تبص على حاجات زي كده، لان برضو مش كل حاجه. يعني مثلا بتيجي تعمل مثلا المحتوى مثلا الاعلانات والكلام ده بتستخدم مثلا الكوبي، تمام، البرزنتيشن، التوب مثلا اي بي بي، تمام. الموضوع ده مهم قوي عشان تقدر انت كمان تستفيد ماديا من الموضوع ده. اي حد ليه سؤال او عايز يضيف مواقع تانيه ممكن يضيفها في التعليقات، عشان كلنا نقدر نستفيد من حاجه زي كده ونقدر نصمم الفيديوهات بتاعتنا بطرق كويسه، ويكتب لنا على مواقع تانيه اللي هو عنده. وشكرا ليكم وربنا يوفقكم.